توفق انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. الفهيدة المري من تنتزع صدارة المقدمة، وفي المركز الأول انتقل مباشرة إلى المركز الثاني. وصول وانطلاق هنا من قمة لمحمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي، هي من تحت القمة في ثاني المراكز في هذا المسار. ثالث المراكز وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، منتصل بكل انطلاقة مع المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، وصول وانطلاق في هذه اللحظات وتقدم ممتاز. من اللي وصلت في هذه اللحظات؟ أرى مذخورة لمحمد بن كير بن فرق الرزق اليامي، من تنطلق مع المركز الثاني في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الرابع، وارى الوصول من الشايب سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، من تنطلق الشايبة مع المركز الرابع في هذه اللحظات. خامس المراكز وصول وانطلاق من مياسة عفاس بن صالح بكريب الغفراني المري، من تنطلق مع المركز الخامس. الدور دور المركز السادس، وصول وقدوم من العزوم سالم بن محمد بن خزينة المري، من تنطلق مع سادس المراكز في هذا المسار والانطلاق. المركز الثامن، وصلت الشاهنية تعود الملكية للشاهنية لفري بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي. انتقل الى تاسع المراكز، ورا القدوم من شديدة تعود الملكية لراشد بن ناصر بن مشيط المري، من تنطلق مع المركز التاسع. وفي عاشر المراكز تقدم هنا من املاك مطر بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي. هكذا كان النداء الاول لهذا المسار والانطلاق، اكملناه كاملا مكمل. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة ومع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تسيطر بالمقدمة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ الشبلة علي بن عبد الله الفهيد المري ينطلق بالشبلة، هي في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. قمة من تحت المركز الثاني، ولكن هنا مذخورة، مذخورة لهذا اليوم للناموس يا بن خير محمد بن خير بن فرق الرزق اليامي مع المركز الثاني. من تغير مذخورة في هذه اللحظات؟ المركز الثالث، قمة، قمة لمحمد بن ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي مع المركز الثالث. رابع المراكز، وصلت الشايبة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصول من العزوب سالم بن محمد بن خزينة المري، من ينطلق مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس، وصول وتقدم من مياسة عفاس بن صالح بن كريب الغفران المري، ينطلق مع المركز السادس. وفي سابع المراكز القادم أحلى، وصول وانطلاق مميز هنا مشاهدين الكرام، من تتقدم عنوان لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، أول إذاعة لعنوان، تنطلق مع المركز السابع. المركز الثامن من الجانب الآخر، من تنضم في هذه اللحظات وتنطلق مشاهدين الكرام بكل قوة بكل إبداع بكل جدارة، تأتي مع المركز الثامن في هذه اللحظات. شديد تعود الملكية راشد بن ناصر بن مشيط المري، انتقل مباشرة إلى الشاهنية فري بن سالم بن يحيى بن سالم المحرم. يا سلام، النداء الثاني لهذا الانطلاق لشوطنا الأول للإذاعة الأبكار المهجنات الأصايل والستة كيلومترات. يا سلام، مسافة المعتاد لهذا اليوم ولهذا السن. نعود مع البداية، نعود من تغير الأمور. يا سلام، الشبلة ما زالت مسيطرة مع البداية مع مقدمة الشوط علي بن عبد الله الفهيد المري، مع المقدمة مع الصدارة علي بن عبد الله الفهيد المري. وحان موعد الاتجاه. يا سلام، أمور في خطر هنا، من غيرت الأمور؟ الشايبة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي، 2 كيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية وعن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار. والمقدمة الشايبة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مع مقدمة الشوط، سيطر مع الإبداع في المقدمة ومع الصدارة. المركز الثاني مذخورة تعود الملكية محمد بن خير بن فرج الرزق اليامي مع ثاني المراكز. المركز الثالث، أرى القدوم هنا من عنوان جابر بن فهد بن محمد بن زبدان المري بن فهيد
من يغير مع المركز الثالث وفي رابع المراكز وصول من العزوب سالم بن محمد بن خزينة المري، ولكن من الجانب الآخر منتصر الشبل علي بن عبد الله آلف هيده المري. أرى القدوم، أرى القدوم والوصول من شديدة راشد بن ناصر بن مشيط المري، وأيضا هنا الشاهينية فريق بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي، والقادم أحلى وصول وانطلاق مميز من مياس عفاس بن صالح بن كريب الغفراني المري. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه، الطموح الفوز، الطموح الناموس والانتصار في هذا الصباح، في هذا الإبداع المميز، في هذا مشاهدينا الكرام السن لسن الإذاعة. على الوصول هنا الفيصلية، وصلت الفيصلية وأول إذاعة لها سلمان بن محمد بن سليمان القبرين، من تنضم مع المراكز الأولى المتقدمة تغير مباشرة مع المركز السابع، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة، وصول من الشايبة سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي مع المقدمة، ما زال في المقدمة في المركز الأول الخيلي يسيطر بالمقدمة. المركز الثاني عنوان جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، ولكن القدوم والخطر هنا من العزوم سالم بن محمد بن خزينة المري، والفيصلية أيضا قادمة بكل قوة، سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا تتقدم مذخورة، تعود الملكية محمد بن خير بن فرق الرزق اليامي. يا سلام لمن الفوز يا ترى، لمن الناموس لشوطنا الأول للإذاعة المهجنات الأصائل. مربع خماسي يتشكل مع المقدمة 1200 متر، أذكر لمن يريد التذكير بأنه يفصلنا عن الناموس، عن الفوز، عن الانتصار. يا سلام يا سلام، مذخورة غيرت مذخورة، محمد بن كهير بن فرق الرزق اليامي غير مع الصدارة اليامي. المركز الثاني أرى عنوان جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، ولكن الفيصلية قادمة بكل قوة، سلمان بن محمد بن سليمان القبرين، وأيضا وصول من العزوب سالم بن محمد بن خزينة المري، وأيضا هنا الشبلة علي بن عبد الله الفهيدة المري. ترى مذخورة مع البداية، مذخورة مع المقدمة، ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل عن الفوز، عن الناموس، عن الانتصار. حرك اللي بيحرك، روح اللي بيروح. يا سلام، مذخورة مذخورة مذخورة، اتجهت الاتجاه الصحيح، ولكن حذاري عنوان والفيصلية قادمات بكل قوة، أخذ الحيطة والحذر. هي مذخورة الفيصلية تتحرك تتقدم، ولكن مذخورة ما تسلم. الفيصلية، الفيصلية مذخورة. يا سلام يا سلام، العزوم تبي تعزم، العزوم الفيصلية مذخورة. كوكب رباعية هنا أيضا الشبلة علي بن عبد الله الفهيد المري، ولكن الفيصلية، الفيصلية مذخورة، مذخورة والفيصلية في صراع الأبطال، في صراع الأقوياء. يا ترى لمن الناموس؟ الفيصلية ما زالت مسيطرة، أعلنت المغادرة، أعلنت الفوز، أعلنت الناموس، أعلنت الانتصار. مشكور يا أبو صقر، واسعد الله صباحك على هذا الإبداع المميز الذي تقدم الفيصلية سلمان بن محمد بن سليمان القبرين، واسعد الله صباحكم يا أهالي المملكة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت مشاهدي الكرام مذخورة، محمد بن كهير بن فرق الرزق اليامي. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الكرام سالم، مشاهدينا الكرام فريق بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي. عموما على كل حال، التهاني والفوز والانتصار والإبداع في هذا الشوط، والتوقيت الزمني 9:31 ثمانا من الأجزاء، أفضل توقيت مشاهدينا الكرام في هذا الصباح. تهانينا والناموس للمالك الفيصلية سلمان بن محمد بن سليمان القبرين، واسعد الله صباحكم يا أهالي المملكة، ومشكور يا أبو صقر على هذا الإبداع. المركز الثاني مشاهدينا الكرام من حلت في ثاني المراكز، مذخورة لمحمد بن خير من فريق الرزق اليامي، مخرجنا عطنا المركز الثاني مشاهدي الكرام. 9:32 سبعة من الأجزاء، ما في ثالث المراكز 9:33 ثلاثا من الأجزاء. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام للمركز الثالث لمالك شاهينية فريق بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.